حبيبي عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض سندوتشات كبده. كبده فراخ عندي، كبده جبتها غسلتها وقطعتها كبده فراخ او كبده بط، اي كبده انت بتفضلها، كبده فراخ. وعندي فلفل اخضر متقطع شرايح وفلفل احمر، طماطمايه مقطعه كده، معلقه ثوم مفروم، بصلايه مقطعه شرايح، شطه بقى للدختياري اللي عايز يحط شطه، ليمون، ملح، كمون، الكبده بتحب الكمون. وعندي كزبره، وعندي بابريكا، وعندي شويه من السبع بهارات، ربع معلقه من السبع بهارات، وعندي شويه فلفل، عندي زيت وخل، وعندي دبس رمان. نحط البصله بقى في الزيت، هحط الطاسه واحط زيت، شويه زيت اهو، تلات اربع معالق زيت، اربع معالق زيت اهو. استنى لما الزيت يسخن، اول ما ينزلش هنزل بالكبده الاول، بس ما ينزلش بقى لما الزيت يسخن. يسخن معايا كويس، هنزل بالكبده، هنزل بالكبده كده لما الزيت يسخن. دخلت معايا صاب معايا، نزلت بقى الاول اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بقى بالبصل، شرايح البصل، الثوم، عليه الثوم، الله احنا طبعا منين؟ هنزل بالفلفل الأخضر اللي هو شرايط على الكبدة، وأقلب كويس. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، الملح والفلفل والكمون والبابريكا، وربع معلقة من السبع بهارات، بتديها طعم جميل. وأحط شوية دبس رمان، دبس رمان مع الكبده بيخليها جميل، لذيذه بقى وجميل. شويه الحاجات دي بقى بتدي نكهه للكبده وريحه جميل، الله ريحه طعمها جميل. شكلها بقى وريحتها طالعه جميل. هنحط بقى عصير ليمون، عصير ليمونه، نحط الليمونه الثانيه اهي، الليمونه عصير ليمونه حلو كده. هحط شويه خل، معلقه خل بس كده خلاص. هغطيها بقى واسيبها شويه تستوي، ايه عشان تستوي معايا تشرب بقى من التتبيلة بتاعتي. شوية كمون، رشة كركم، اضربهم مع بعض اهو. هنحط عليها شوية بصل، نحط كبدة اهي، كبدة ريحتها طالعة جميل، الله. هفتح العيش بقى وهحط
بصل اختياري بقى، اللي عايز يحط بصل يحط وياه كبده اصلا فيها بصل، بس بيدي طعم السندوتش جميل. شوية مخلل، شوية خيار مخلل اهو، شوية بصل. ايه بقى السندوتش بقى شكلنا؟ الطريقة دي جميلة، جميلة اوي الطريقة دي، جميلة جربوها، جميلة اوي. والكبدة ريحتها وطعمها جميل، الله. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا، سندوتشات الكبده بالعيش الكايزر خطيره، جربوها بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه.